بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشينات يشتادك أفرمي، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دعاء باسي حال منافقين بوكر دينو هندي نشاني يعني باسكر يكلوانا ادعاء طعي رسول الله كانوا دواتريش لجير ودجين يكي كتر لوانا بهيت شيوية تدبري قرآن ناكن يسد تسر إيكي كتر لنشانة كاني منافقين كيجبريتي ألا قيل قال أما أتاتش تجير بابي أو فرمدو كمنافقين أهلي قيل قالا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمين الله كره لكم ثلاثة: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بويا منافقين أهلي وتي وتين كرت مختصر أهلي نميما لا يدخل الجنة نمام ناشة باش لو كسيك نمام. بويا فرمتي: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فرمي هركاتي هرشتيك ببستن يتر أوشتا شتيكي بابلين أمانة هي نربي بو تاكي مسلمان ياخد بو كوبالغاي مسلمان شتيكي ترس هي نربي بو تاكي مسلمان ياخد بو كوبالغاي مسلمان أذاعو به. أماني يكسر بلاوية كانو بابي بدو عداتشو خو أخويا نقص عم كيو تدمو هلي بنانا وخلكون جالم سردمة بزوري كان على كان قريتو بيجا كان قريتو جروب كان قريتو إعلامية كان قريتو كأخوا أخويا أنا يكشف كيو تدم يعني يكسر بيجين بيه بدوادات ون بيه لكوالين وبيه أصلي مسلكة. أما أجر وكو جنكنكن شيطان كنكن كقسيق لعثمان ورقري ويهيني بوكاهين كهزار دروي خوي بيواكا اگر واجنكن وكو خوشي بيگين اقنا خوبوان بكري يك هزار دروي بيواكا محالي منافقين. سببي دامزين يم آيات حديثيك كافرمي جاركيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إكرد لهاو سركاني يعني برياري دا نزيكي هاو سركاني نكي اوكو عقوبيك بوين كما دعي حكمي لسرداء بازيلي الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عذبوا الطلاق فإن الله سميع عليم. إلائي كلها هاو سركاني منافقين كبستيان يكسر شون بلاوي عن كردو لنا وخالكي مدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هموش نقاني طلاقاو وكو إهانة كردني سكاتي بيا كردني لكاتك أجر همشي طلاقة بحكمك الشرعي طاجي كردو خطاواني نكردو حكمك الشرعي وجب جي كردو طلاقك تشريعي كردو الله سبحانه وتعالى تشريع الله خرابة عيبة نية أجر بحق به إيش كشيء كني أجر بنا حق به كشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم شتيبك بنا حق نيك هو حقك خوي فرمو لدمم لحق زياترنا عدرو ولبيش شاباس ما أنكر وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عمر كل خطاب هات مسجد سيدي كرم سلمان نج مقام قوانا لنا وخوانا باب تباسك أو بروش تجور ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني ورقت وإذني دات ويا جور سيدي كرد أو حديثك هات وأفرم إلى سر حسير يقبو شو أنا وارك إلى براسي رسول الله درك وتبر إمام عمر رضاه ورحمة الله إليه بك أوي بيني ذا سكر ذا قريان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بوه قريه فرمي لبروي كسرى وفارس لسرى ورشمخة ونتوجه وحالطة لسرى وحسيرة شوانا كيدر شوالا فناسوتا فرمي أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة أي عمر رازيني بويك لدنيا أبو أوان بيو لقيامة أبو يما بفرمي با أنجا فرمي يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك طلقت أزواجك. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقي قساكا هواليا بلاو كردوتو يمش بيما ناخوشا كقواتوها مجنة كانت طلقا فرمي وانية تنهى إلائك وكردوم
كإلى أك طوابو هيك يشمنا من اللي قال طلاق من يوم أويك إمام عمر رضي الله عنه الله إلى بيت الدرو ما يتدعى بزي أن جاء فرمي فأنا من الذين يستنبطونه ويردونه إلى الرسول فرمي الدين من لو أنم كبابتكم جرايب ولا يخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو داتشون قسم نكر واستنباط امتياك سباس استنباطي شاكين بمعنى ايشي ده جاء ام اتا فرمي منافقين خوا خوايانا كلمه كان دسكوا لا امنا بيا لا خوفا بي بلا بيكم فهمني لا مش يعني افرم ببدو داتشون وحق بحقيقه بابتك ان جاء راس توخو منافقة كاني كش يكسر كومنتي خوانيه بو يكسر لمدينة يانها بو كومنتي خوانيه يعني شو نبي انزجن بيكو طلاق با نوجن بيكو طلاق با بو هاي كردو دهانه خراب بو دوان خراب بو سيان خراب بو كواتا خوي خرابا نازا اترو حالي انا منافق اذاعوا به اذاعوا يعني افشوه في الناس بلا يعني كردو بناو خلقيا الله سبحانه وتعالى فرمي يا ايها الذين امنوا ايواني ايمان تاني هنا هم بشكل ايمانك تان باشا اما شرك الله جل جلاله بيت علي ورياب بشكل ايمانك ابا خترا وامبا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين اجر مسلمانك كهندي هلو تاواني شيه قانوت يا استي فسق ني قانوت استي نفاق ني قانوت استي كفر شرك نا فسق هيش تعالي اسلاما خبری کی بوهنان یکسر میلنو یکسر باوری پیمکن چیب کن فتبینو بدوا ده چون کن بدوا برن بو ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لو اچه ببی بدوا ده چون تو بریاریک بدی قسیک بکی که او قسی زرر بی عزید بی بو خاوني وكسيك هوالك عن لبارة وهي ناو أو وقتا أقل لدنيا درب كوانية تو طريقة بيتو أو وقتا علي خوز قاع قسمنا كده فاشي معنا بيتو أقل لدنيا شادرنا كوه لقيامتا بهوي أو بشيتا جهنم ولنا جهنم فاشي معنا بيتو علي خوز قاع لدنيا قسمتي أنا كده ببراسي إنسان بزماني خوي بقريا هرشتي كيبيز بلاوي نكاتو علامتي منافقة هر کس یک بینی اولنا هر چی گروپو پیجو اوانه او هر چی کی بیزی اکثر بلاوی کاتو اینه ری بو امینه ری بو اینه ری بو اینه ری بو او به منافقی بزن یا پوست یک او به منافقی بزن دو هم چی نابی او راست و خوشت بلا نابی راست و خوشت بلا او کاتو جاو حالی منافقینا لو آتشا الله جل جلاله لو يحجوراتا قد غي إيمان دارانك وكوان بن ليرش بهمان شو أفرمي أجر أم منافقانا أو هوالي بستويانا بيان جيراتو بلايك إلى الرسول طبعا ما قال لحالة جيانا به قال لحالة جيانا نبي بو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب زانم أم حكم من رايقينم أم قسي من رايقينم أم هوالا من رايقينم إتلا أمنا ياخذ لخوفا باب زانم شرعية باب زانم رسول الله ريب يداوة ريب يدا باب زانم شون يتيقى أنك حق لم بابتال رسول الله صلى الله عليه وسلم شون بياني كدوه منيس شون بياني وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء ابن عباس فرمي يعني إلى العلماء أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نما أبي بيجرمو بولايك بولاي زانا كان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا لا أهل الذكر ببرسنا قرش تيك تان نزاني هل أخوتان وبلا يمكن وقسيت يا مكان كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي بس بو إنسان ببيت دروزن يتربى دروزن دابن ريلاي خلق يترب ورده ورده ببيت مسيلم كذاب بچي تنها بهوی اوی چی بیست یکسر بیلیتو الین
ألين هر صاحبي ألين يا وتيان يكسر بلا إن الله كره لكم ثلاثة القيل والقال الله جل جلاله رقي لو ألين وتيان تو أهلي أو يرقي لتوه وتو ما دام هر شيء ببستي أي ليت ولا يوتيان وألين أو تو لكاماني لدروزنا كان كفى بالمرء كاذبا بيبي بدروزن طاو بهوي تشيو أن يحدث بكل ما سمع هر شيء بيزي يكسر بلا تو كأوان أمر لم كمل جاي مصلبانة بقشتي لها مو على ما هالجرا لصاب أن جاي صلاحه به أم نشاني منافق أن من لناو أم كمل جاي مصلبانة لصاب أن جاي كشكاني عن حلبه بعد آخر بيني جنومير هربوتي وتيتي قدري بيني رفيق برادر هربوتي وتيتي قدري بيني شريك وكاسب وتجار هربوتي وتيتي قدري بيني منال وخشك وبرا وباوك وهمي هربوتي وتيتي قدري برا بيني رفيقه بيني ما مصاب تلبو حمي بوتي وتي تي قدر حمي بو ويفرم ابي بيجر نو بلاي رسول رسولنا ما بولاي اهل علم جابلقه شي اللي راك افرم ولي الامر اللي راما بستي اهل علم بلقكا ويك دو افرم لا عليم هو الذين يستنبطونه منهم او عن علم يا امبي اهل استنباطنا وانا توانا حكمك يبزا انه بيتام بلان و اگر گرانوی بی بو امیرکانیش امیرکان هر بی گرنو بو علماء ابی امیرکان هر بی گرنو بو علماء و هل لم سورة آل بیشا روی لبن دمانا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منكم اولو الامر منكم اتمانی ابن عباس فرمی ما بستی بی که اهل علم ما بستی اهل علم بويا أما أما جيت يايا لقلو آتي بيشوا بو أوي أجر ولاتي أمريش قسيهيان كرد كاربدا سكان أميركان أجر مسلمان يجبونو قسيهيان كرد بيت شواني شريعت بو لا علم ونبو لأنور نجيره بويا نبي أوان مجلس شورى النبي وأهل علم يان لدور نبي أبي إلا لدور يان بي صحابة لمعاوية يان قبول نكر مجلس شورى هالوشينيتو يسأم مجلس شورى وشنتو مجلس كفر وشرك دابني مجلس تشريع دابني لي قبول كم بيش بلا مولي امر شلون اشتي وار جاء فرمي لعلمه الذين يستنبطونه استنباط لاني بطواهات وبويا با كي او تريبو كسا او تريكا اجاري با سرزويه كوي اوي تيابي دياريكا وهاليكا نيو وكبير اوي لدرين اوي باك بويبو كساوتري نبطي او كسيك شارزا على زاويه كان دس يا خات اسر جوي بيواني تشيل كوشته هر شي هي بي زاني ترخوي زاني شو انا اويتيا لازماني عربيه بو اوتري نبطي باشا بو باهل علم اوتري استنباط يعني حكمك لنا وبلقا كان او درين بوت باك بخوش الدني دخوناتو الى بلقا كان دري بيني سمناتو انا او كدر كملو زاويه نازم كاميتي مني بطيني بلا مو نبطي يا زاني أهلي سنباطيش لشرعا ما بس تي بيشيا أواني أتوانا ليكولينوا لقرآن والسنة إجماع صحابة وقسي صحابة كان كمخالفي النبي وقياسي صحيح بكانوا في أدوان أما حكمي أبابته أهلي استنباط أعوانا وبيش يعني أهلي اجتهاد بوش نقول جهدك جهدك بورد بونو لقرآن لحديث كوكرنوي دقا كان هرهموي أنجا بريردان لسر حالتك وشيوازكان وجوركان انجا همو حالتكاني ليك جي اكنو فرعكاني هنو اصلكاني هنو او بريال لسلان باشا هاد وقتون ام شخص لنا او دارو بردو زوي وقرو خولا او اكي پاك داريني ام يجلنا او همو بلغيا لنا او همو برسيارو بابتاني او تاوتو اكاو حكميكي شرعي حق بداري فرم العالمه الذين يستنبطونه منه باجتهادهم باجتهاد كردنيان أتوانن حكمة كدر بينن بوت كواتا تولكاتي هر نازليك كدا أبزيت ولاتوا نابي سيري إعلامكي دمي منافقين إقنا قرأ كري بسرد إقنا بو خود قصي منافقة كان ظالكي إغليتوا سريان أخي بشتوانيان أبي بقاري توب ثاني أهل علم تشيلة ها
هر نازله دا بزيت السر مسلمانا نبي قريته باهل علم نك باهل جهل امره خلق قريته باعلام وباهل جهل اعلام يجي ترخو قلت انا زان عليك وعايدي طائفيك وكومليك وجماعتك ومنافقين يجمرو كومل كومل جماعة جماعة هريك ولا بنجون برجون دي خوي حوال دارجة هريك ولا برجون دي خوي احكام دارجة وبخلكي خلكي جنفاء ونزان لي ورقري ويليته 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 نازان بوا بيت دروزن لاي الله جل جلاله نازان بوا الله جل جلاله رقي لي به خوشي ناوي لا خوي ولا مقالك شي براسي أم آتات وأنا بلن بجوانيك إيكك لنشان كاني منافق لم رؤيا إعلامي دروزن وساخت شي أقريته هرهمي نازام إعلامي راس مان هي أنا نازام وبيبدو أهب شي مزاين كامي راس بس البقشتي زور بيقريته بتعبت أو بيجا بيدايكو باوكاني كلا فيسبوك هن ببردوامي لسر كومالي لخلقي شد بلاقا كانوا بناشرين كردن يعني بو طعن دان لي يعني وقساء أنا برنو نيويهن وبشيكيهن ما بس تيكي بو دار يجنو بوشي ببلاي كانوا كانوا زور زور هاي بينين كانوا جموي حزبك كان سر برشتي كان بزو حزبانا وانا بي غيرة لقل ويا حزبن وهيز يعني ودى صلاة يعني وبوجي يعني وباري يعني وجماور يعني هيش تانا يرم بلاين ايما ينو بلاي كينو يعني منافقة كان لسر دمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرة تربون لعنا هذا ايما او ما بلاي كتو والي ولان ام هيش تانا جوية لشب بيجي كي خواز راوي بيداي كباو وشتانا بلاي كاتو او كارساتك دس كاني اشتكاو يقول اي خلق يجي لو ناتي كي بقسا كانيو دس كاب جوين دان وقسا كردن وما ناج داني ما هم مال الله سري وقيامتي ونا زاني بوابتي كلا دروز نكا انجا نيري بو خلق لما سنجر بو ام يعني ربو يعني ما مساك واي كرا شيخك واله او تو خوش واله واي لي كردو وايو تو هيچي واني هيچي واني باش بوله بتو بيجاري تو بلا اهل علم يا كم بو زانيني حقيقتي بابتك هاي واي انا دوم بو هل هنجاني حكمي بابتك باشا سيم بو چونيتي تعامل كردن لقل بابتك چوارم بو در انجام لسر دستي تويا در چه بو بابتك بو چوار خاله يكم حقتي بابتك وايا اما جي جير بطاو واحد بله فلانا كز بونونا بونونا زينة كردو حقتك جاي جير مطاع حكمه جاي شيء جال ذي لسره وعينا دعائي درن جامع جاي شيء أما جال كرا صالة دور خلايا درن دعائي دعاء أو شيء من أبي بزانم أم شخص شون راس كمو واجبي من بلا برام برام شخصيات شيء أبي حول بمن نصيحتي كم سيبوب كم قلم توبب كا بقرر وبشيمان برو بوشيو دواتر هدفهم شيء إصلاحي كمو نيش باش دار بملو خيرا لو أجره ويف راسي كتوشتك أبستي لأيكيك بيجا مشتك بدواء عبروي زين راسي أدروي دواء كبو دركو درويا أبي تو برقري لو بكي كبو دركو درويا مشتا برقري لو بكي تو بلاي درويا ولا هموش اندفاعي لك وكو مسلمان أول أستوتا باشا شنقيكي لما فكاني مسلمان شيا إذا استنصرك أن تنصره في يستي بسرك سنيتو وبتو سريخي انصر أخاك ظالما ومظلما أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي المسلمان بلا المسلمان خوي سرخة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء يعني دوستو بشتيو أنو سرخر أما ولائتو كزاني ودروي بسريخي أي كزاني وراستا شيو لا سرى أبي كتي توتوش ناخير ناخير أبي نصيحتك وإذا استنصحك أن تنصحه أبي بيع مش قاريك توش تذكر دوا غلطي نابي شاريك إيش تكي وابك لا نصيحتك شا لدو حالة يا برناك يا بقصتك يا بقصدناك بقصي كدي أجرو باداش تدس كوتو الحمد لله يشبع شو بقصينا كدي فضح إلى سر فضح إلى سر نية ستر إلى سر بس ستري كين أبري فضحيك دعاء سترك شا بدعاء خيري وابك يا أخوة هداتي باودة صال قريليو أألو اشتكى مبتلا بوبي ورزقاهري ببه كامرا كمشروبة كي خوارد بو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جال دي كرد شان جاريك يكي لصحابة قام دي جي لعنه الله أما لعنتي الله إليه بي ونعزيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جي لا تعين الشيطان على صاحبكم
شيطان ظال ما كان بسر هاولك أنا مسلمانك كهاولت أنا وكهوت أنا بل كدعاي بوك الله جل جلال رزقاري لو إكتي عادي فلا ممرو هر بيستي بدو داتو النية يكسر يلتو عشان فضحك بالله وكاتو إيو علامتي منافقة وتاني وآت أزاعو به اهدبرو بيسلمينك تو منافقي بو خلك باش أنا فرمي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني إيوي إيمان دارا كتا يستا زوربتان تينكوتون بم منافقانا وهو يشيوي فضلي الله ورحمي الله الله جل جلاله فضلي بيه وبخشي ومسلمان بنو شوين آيات وأحاديث كون ورحمي شي بيكردون شوين منافق وكافر ومشرك ودجال كان نكون كواتا قد بيتو تو بقسيك منافق وكافر ودجال كان كيكا هوالي دروهن وبلاوية كان وبابتانا مسلمان اشكي انه فضحيه كانوا بابتان تو دو انكي بقسي انكي تو جوان بو بقري او فضلي الله تو اين اقردو تو رحمتي شي تو انا اقردو او غضبي الله تو اقردو وقت ونابي تو جوه بستي دروبي ويهود وابون سماعون للكذب اكالون للسحت ويهود وابون يواتي عن دروب وجوه لي اقرن نابي تو لو كسانا بك ببي هوالي درو ناجيد بابي حلقه فيلم درو انا هو حلقه فيلم مدرو يا ميتشيا سيناريو اقول سيناريو درو نسرات ايتو معقولني بيه وانا جيت سمعونا للكذب اذا انا جيب ديارو هم درو لا فيلم ولا حلقه وقران واخبار ولا حاميه جابوا بيه قداري خد بيه يهود وابو نابت توابي او وقت الله جل جلاله ورحمه بيناك وفضلي خوي لي قلت وجا فرمي اقروان ابو قال اتبعتم الشيطان الا قليلا دو تفسيريه كميان ايوا شوين شيطان اكوتن كم يكتان رزقات انا يعني كم يكتان رزقات انا بقول فيلو بلان وطلكي شيطان يترهم شوين يكو لتبعتم الشيطان الا قليلا ايوا لزور ترين شتابق سي شيطان تانا كل كم هي نبه الى هدو حالتك يا زور بتانت يعني سجارك ان بو شخصا كان زربتان دو اكوتن كم يكتان دو جاري كان بو مسائل كان لزربي مسائل كان عشان شيطان اكوتن لكم يكا رزقارتان او معنى كيدي واما فيش معنى له اواني هر هوالي بيستن وبالله يا كانوا شين كوت شيطان كان اواني كان اي كانوا شين كوت اني بارز راون اوانش كمينا اوانش كمينا أفرمي يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة فرمي الله جل جلاله فرمانك بمسلمانك وكم منافقينك تدبري قرآنك تدبري قرآنك تدبر بريتيلا النظر إلى المآلات وكباسمك بزان يم آية سرنجام تشيد لداواك وسرنجام كردني امشت تو اكاتشي نكردني بروكو تبا وبزانا تيجيشتن لو اتو كو خوي وتطبيق كردني كاتشي انسان اتش عقلك بيدا اتش هوشك بيدا وتينجشتن ليش شي زررك بيدا يعني بس مانك فراي قران اخواني تو امشتاني هميت يا ناو صفاتك ان يلا عظمتي الله فرمان قد غي الله ثواب عقابي الله روشت أخلاق لبرامبر الله ورسولك يا صلى الله عليه وسلم لبرامبر دينه معاملو هل سكوت إلا قل خوت معاملو هل سكوت إلا قل خلقيتو كان بره قرآن خوينتو معني هميت يا خوينتو هيتشي لفير نبوي نو خوينتو بس كاتي كشتو بفي رد داو بيتا كان خوينتو باشا قبراسي قرآن أبي يكمجال للفاضي فير بي دعاي معنى كاني فير بي دعاي عملي بيبكي أبام سيانا هرسيكي جاوت لتدبر بهرسيكي جاوت لتدبر بهرسيكي تيابي أقل هرسيكي تيانا بتدبر نكردو يا إقامة حروفة باشا يا إقامة معانية يا إقامة عملة بهرسيكي جا تدبر إقامة حروف وقراءة إقامة معاني وتلاوة إقامة هرسيكي وتدبر هرسيكي تيابو توكسيكي تدبري قرآنك
جا فرمي نكن پش بکن تیان گیشتنی و فرنبونی لفظ کانی و آبادتان همی گرنجی پیام دادن مخبرا لهم انه لا اختلاف فيه ولا اضطراب وفرمي الله جل جلاله لم اتحدانك هي منافقين هي كفار هم يعني كام قرانا خلافي تيانيه شتانك تيانيه بيتشواني يكبي وشتانك شتانيه بيتشواني فطره انسان كان بي يعني الله جل جلاله شتي تشبيكي بدانا بصاني مرجي اي امر ولا اولئك هم الفاسقون ظالمون كافرون فرمت هنا ثواني بلاي كافرون طاو شنو كيك قال فاسقون كيك قال ظالمون اما تشبيكا يعني الله جل جلاله سلمان لتيك اهاي اتك انا بوليك داتو بميان حكمي ويلغا كاتو بيشان حكمي ويلغا كاتو نازاني فسقي شو ظلمي شو باشا وكفريش اصغر واكبريها اكبري هر هميان لدين درشون اصغري هر هميان لدين درنشون وكشون ابن عباس كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق كواتا كواتا لدو حالة يا برناكا يا دونك يا قورك يتي كواتا هندكس أتيت بتشوك كيا وهندك شيء ده كفر قورك ياو أو إلغاء كاتو قبولين ياو بهلا يا زانيو هي تلو بباش ترى زانيو أما شيء ده قورك ياو أو ليه وشيء تو نزانو بينا خوش أنجام يدا بينا خوش قلت شيء ده بتشوك كيا طال برايو يتنك بيم ولا رفز يانكم أما بيتشواني يكن أم آيتان وتوشون أم آيتان ولا على فاسق ولا يخو الله جل جلاله لا قرآن فهم الكافرون هم الظالم وفرمي وبقوم كافريش فرمي أولئك هم الفاسقون إنهم كانوا قوما فاسقين بقوم فرعون وعلي بوتو ناشئا فيس قبلي فيس قيب شوكا قوم فرعون كافر نبو المسلمان ناشئا قبلي يا ما براسين سنة بيعك دار بيعن بابتانا أما منافقين أم جور اختلاف الدروس كان بوتو ويتو نتو عين تدبري كي تفهم هبه لبيوا مصلحته كفر سركة كأوي طاغو تقفي بوالي أما وانو آكنا زان شيء كان منافقين أروابو ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من الحق بيقدا داني تيانية الله جل جلاله دائب ظانو همشي حكيم وحميد وحق ولا لان حق وهاته ولهذا قال تعالى فلا يتدبرون القران على قلوب اقفالها او كانت وان تيب قال لي وتوفيق بك على نيوان معنى كان يا ها او لا برشا ايات كان دش بيكن او قف الله ضل يدراو او قف الله ضل يدراو الخواب كان قفلي جهل بيت قفلي جهل اسانا كيتو علم كيف يلي شاكبه باشا بس قفلي كفر به نفاق به هي شرك به وناكرته كيشه ولرا اقفالها قفلان هيك باسك هي قفلي جهليشه كفريشه نفاقيشه بيوي شركيشه او حر ناكرته وتياتش ورانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون او اوه او ختم الله على قلوبهما ماشا او قلوبنا غلفه قلوبنا في اكنه ماشا ضل كان شتيكي راني هي علماء فرمون ام رانا اخفيتي اكني هي على قرستريتي غلافي هي قرسترا وعلن كبوب قفلت لها من قرسترا ابو شو او شو حالتي هي ضل انسان واشلن اش جونجي ضلك هر شواري لسركو بيتو جا قرب سروي هر شواري لسركو بوتو هم دنيا بعملينا ثم قال ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كلا الله بيتي صفتي يتي إلى غير الله بي مخلوق داهن راو دروس كراو مختلقا أو لا بس داهن راو قريش يجي إن هذا إلا اختلاق أو داهن راو اشتيك دروس كراو هل بس راو كلامي الله نيه قريش واعود بقران كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا اضطرابا وتضادا كثيرا أي هذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله ما دام خلافي تيانا لان الله به أجر خلافي تيانا وقت لان غيري الله وكشون منافق مشرك كان وعلن علن شي أولا لان غيري الله به إيه الله سبحانه وتعالى جواب يعني أتو
أفرمي قال الآن غير الله أبا اختلافي تياب وكات الآن غير الله أني الآن الله سبحانه وتعالى وأخوي وكباسش مانكر عن جايب لي ابن كثير أو فائدين هنا أو فائديك زور قرنجة آياتي بيش أو باسي تشيكا منافقة كان بروكش برسول الله صلى الله عليه وسلم أولين إطاعتكين إطاعة بيس رسول الله صلى الله عليه وسلم باوري عن بيبكا وبلي ما نبي أي شيء باشا ودعيك أرونو بخوي عن كوبن وبنهيني ريكا كون لسروي إطاعين كانوا بلان دارجن دجي باشا إيه أما بلغي أو يم قرآن للان الله اللي يولد منه أو شتي لنهيني أي كان برسول الله عليه قال للان الله ونبوي رسول الله في نازعين كيو منافق بلانا كانت عن سريع قال هذا الله جل جلاله بيلا كيوم منافق نو بلانا كانت عن فشلة كاتو واوي بينها بس نبيني تيان أفرم وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا ويفرم أوانيك روشون بنا وزعنا استعلنشي آم قرآن هامل الآن الله أو موقفي أوان تدبر يكا كواتب تشيبون براسخين راسخون في العلم أقرم آيات بين لويترمان بتدبر تدبرت وكاتا راسخون في العلم أي محكمه ومتشابه حق فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا راسخون في العلم رنهم إلى الآن الله ويا محكمي متشابه بيا متشابه جرنوب ولا محكم لو يهدى أدور أقرب والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا أواني ضليان زيغيت يا زيغ وثمان كفرة شركة نفاقة بيدعية فيسقة هم يقريته على إن شيء أو عن عكسه كيا كان باشا محكمة بين بولاي متشابه نج متشابه بين بولاي محكم أو إيش كيانا أفرمي بوش غوا عكسي شيء اهتدوا قمراب سريان ليش ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائخين بويا الله جل جلاله لو آتي سورة آل عمران مدحي راسخون في العلم كا وذمي بابلين زائغة كاني جكا لم آتش بهمان شو مدحي أهل تدبرك ومدحي وذمي أهل نفاقك كتدبرناك وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها فالميم آتش إنكاري أكا لسر أو منافقاني كهرشتي ببيسن يكسر بلاوية كانوا بيجوي تحقيقي لبك طبعا عمل أحكام شرعي كان يشاد قريته أتي حكمك شرعي راقي يعني ها قصي زانا بيني خوبة ضلطة يكسر بلاوية كيدو أكي بحكمك بيهو بزاني زاناك قصاكي بلقي هي مخالفي هي حق بما يابا مخالفة بيهو بدوا يابتش يمدو أما جو قريته أمر زورك لخلقي واقع قصي شيخك يا كعب دين وبلاوي كاتو بيوي بدعاء بشيف زاني أما أصلي هي لا شريعة القرآن إلى سرة حديث إلى سرة فتوى الصحابة إلى سرة جاري واقع قصي شيخك يا ريعك مخالفي صريح القرآن أمهر بشتي أجري وسريخ مخالفي حديث صحيح أمهر بشتي أجري وسريخ باش أبو سريخة جات شاب بلقي بو هنا بتأويل أو بلقى صريحاني كدجي خويتي که به هیچی نه، چه تأویلات اینه تو با شیخ کی، با بالگیتر با سریخ آبشتی وانیک. طبعا نوش علامتی اهلی جمرایی سلیش جوابیه، چون گیکه لقواعد کانی اهلی سنو جماعهی ناسینوان بریتیلچی یستدیلون ثم یتمذهبون و اهل بدع یتمذهبون ثم یستدیلون. و گفتین علامتی دو زینوی اهلی سنو اهلی بدع و جمراییه کامان. بدوای دلیل کان عرون انجا رای خوانه لین بلا ما رای خوانه لین جدای را کن دلیلی بود دوست او ایشیان بوی آن اسرین و معنا هم و قد لا يكون لها صحة جاری و صحیح جنی عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ابو هريره فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي بس بو انسانك بدروزنده بنده بوی کچی هرچی بیز بیلتو هرچی بیز بیلتو وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين وقال معمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم فرمي
ابن عباس فرميتي يعني إيمان داران أجر فضل الله تعالى سنبوا زربتان شين شيطانة كوتن بس زربتان شينين كوتن كمينتان شين كوتن وفرمي قد هذا فرميتي يعني هموتان شين يكوتن لطاوي مسائلك أنا لكم مسألة أنا به أو هرد تفسيرك هيك باس ماك واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح ابن حكيم في مدح يزيد ابن مهلب طبعا هرد تفسيرك على قريه لمسائل كانت ياتون دو شيطان كوتن وخوش تنزور بتانت ياتون دو شيطان كوتن هرد تفسيرك على قريه وبيوتر التفسير التنوع ويهردو كي كوبه تو تفسير تضادني دجيك به دجيك دجبيغني بو يهردو كي ورغيره تفسيري زانيان من كيد بجياوازي جياوازي كي هي تضادنيه هي تنوع كشينيه تفسير تنوع ان شاء الله جل جلاله خو يستتي هبه بو اي واتا كان فراوان بنو امه زياده الاستفادك لرا فرميت ارباح كوري حكيم مدح يزيد كوري مهلبك ك يكبل اميركاني بردسي بابرين أموي كان أفرمي أشم كثير يدي النوالي قليل المثالب والقادحة يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه باسي يزيد كريم مهلبك كأفرمي مثالب كما يعني بخزاني كما وأوشتانشي كابيتا قد احتياء أي شيء هركما قال لها قليل المثالب والقادي هذه لرجل اتبعتم الشيطان إلا قليلا هربوا تفسيرك أبو دي الرشي على يعني للغاء أو ورقري كزربة عن شيطان كوتن كم يكتان نبي أو يعني أمجهر أو ورقري كنفي وإثبات ويوكوشون أو نفي وإثبات نفي شيء كمثالبك علي كواتلب الأمبرا إثباتي شيء بوكا شاكا ونفي شيء ليك قادح كتيابك تواتل برامبرا إثباتي ويبوكا كسيكي كاملا باش أنا فرمي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فرمي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي إيمان دار شنك أمر با بيغمران أمر بإيمان دارانيش رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي بو خوي فرمين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تلو قاعدة رسول الله بوي دارشتي الله جل جلاله أو فرماناني ببيغمراني كردوا بهم إيمان داري كشي كردوا بوي اللي هر جيقاك بينيت هر فرماني بهر بيغمري كراو بتوش كراو أنا زين بس بو بيغمري ليرك فرمي فقاتلنا على فقاتلو فرمانك بو رسول الله بو توشا يعني تاك بتاك تانا بي رسول الله أسعي قتالك في سبيل الله بلا ما قدار بابي قتالك ولا تشياب بو تشي بي بو سرخستني دينك الله بي ابن تيمية ليرا يقصي زول عجيبك فرمي ام آيات ربتك نوا بآياتي بيش أو كافرميتي هل استنباط ويفرمي لا يجوز لكل أحد أن يتكلم في الجهاد التكلم في الجهاد من خصائص أهل العلم هموكز بويني يقسل جهادا بك أقسكردن لجهادا تابد من دي أهل علم مرة من على ورتك أميل دانشتو لو فيسبوك أمي دانشتو مجهول ودم بيز دم بيز دس يعني كردو بحسابي خوان بجهاد كردن وقصا كردن وقرا كان بسري خوان أو منالي خلكيش رجع أنا أبيني رابيا شكرين وبره بوشي واقي تو تشيت تشيت خوان دوا فاتحة نازاني داش مشتو قصا كيل جهادا باشا بوشي كسبويني قصا لجهادا بك أهلي علمنا بوشي سبب شي بريق سلا خواني خلقه هكي لا مالي خلقه هكي لا ناموسي خلقه هكي كتوت جهادي أو جاية حلالة بيكي شرعية يعني برو خواني أم برج حلالة برو ناموسي أنا تك حلالة برو مالي أم برا حلالة غنيمة تبود وين هابي ما هم قص قصيت يا حب كعار منالك وطوالي هسه دعني شيء حق أحكي عن تياب يعني براسي بيالي جهاد وسيلة يا غاية على غاية
جهاد وسيلة إجماع الرسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد بوسيلة داني آية كان جهاد بوسيلة داني قتالك أبوت شيء لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا كذا غاية كذي كلمة الله برس بيتهم أم أي وسيلة كذي قتالك يا جهادك يعني براسي كهيج نازاني لحقيقة جهاد لمقاصد جهاد لفقه جهاد تو شيء بعسك قصدت شياك زوم من بس يشتياكم كروة من الجهاد كم ترين قسمها لبروي خم بأهلي ونازان قصيتي أم كم جاري شنكا نجش تو متى وتوانا أيام من بتوانا حكم من بسر خيان ومال وناموسي خلقيا أجر دام وانا بو هم يلا جردني منا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافر من فيتنا كان دين زمان زرر زيات رأى لشك أو شو عارف توي سقط ماو خلقيا كجدا وبراو لنا وشو بفتوي من خلقيا كفتوي بو خلق قال لي روب جت السوري أب جت أنا وبري نصر بابلي فتوي دابو خالق یک شده ناو گروپ یکیتر ناو گروپ یکیتر ناو گروپ یکیتر و گروپ آنها لبه همی لیه که هم کشت فتوه کامیان راستی است خوینی او خالق آنها بملیکیه الله ابراهیم من جرأت نکم و خوین آنها بین مملیخو بوی براسی ابن تیمیه رحمتی الله علیه به زور جوان پیک عادی فرمیم اعت رب تکین و بوی پیش خوی او کپی ما نله جهاد کپیوندی با امن و خوفی ایمان داران وی ابی بجر تو بولای اهل استنباط آن قصیتی آبک بلان امره كي قصيت ياك اهل استنباط قصيت ياك برون خطان فيسبوك بين نزان كي قصيت ياك اهل الجهل جهول ومجهال قصيت ياك بعرزي خوان كرفتو اي سربريني من انهي تو انهي او انهي او ان فتو اي كشتني ام او او جاري وهيج وازيان لا كافر يا ناو حتى وازيان لو جناو كايان غري وايان كوشي وايان بري هاتون بومن بيجامي هاتون بو تو بو بو سبحان الله يعني عجائب ليلة أم جورة مخلوقان أفرمين لا تكلف إلا نفسك كقتالك حقيقي هات بيشو جهادك حقيقي هات بيشو تو برسيلة نفسي خوت أبي بي بي فرماني الله جيب جيكي وبرسيلة لنفسي كساني كان ترسنو كان بغيرة دورك ونو لرويكي تروا برپرسي لنفسي خوت نابي ضايكي بجهادكي بطال بقتالكي بطال أبي أو نفسي خوت سر بلندكي بجهادكي حق بقتالكي حق أي باشا أجر جهادك وبيانا كرا وحرض المؤمنين تحريز إيمان داران بابو إمام ابن تيمية اللي رأى فرميه أجر جهاد تان بيانا كرا باسي كان أو باس كدني كافرة ترسيني كاغا توغر خوب مسلمان زاني بولا باسي جهاد ترسي خو تو ناغريتو خو بو تو نابا بس چونك خو زاني كافره خو باسي جهاد ايغريتو بو ترسي باس كري جابو حرض المؤمنين يعني باسي جهاد يان بوب كهاني يان بلا سري اي فرموجي قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض عدد للمتقين يا عدد للذين جاء قاتلوا في سبيل الله ها السن بوب هشتي بانتاكي زيو اسمانا كانا وتحريضها ايمان داران وأي فرموشي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق هركسي بمريتو جهادي نكر دبيو بخيال يا نهى تبي رجل رجان جهاد كان نيو تبي أجر إن شاء الله جهادك بحق أبو منيكم فرمي لسر بشي لنفاق بحموكسي بس خوي بإيمان دار بزاني أولا ضليها برجل رجان بجهاد كان أبي أو تحريضها بلنا ومسلمان عليش بوتره روجه لروجان ده صلات تانه كيوه تدس دجمنه كانتان كوتاي بيهرن دينه كتان عزيزه كانو سليخ ابي اما بوتره بمسلمان بالله خيال يعني اما وعدي الله يتبون ابي بردوام اما لا خيال يعني لا خيال يعني نبي وبراسي بقرر وبوشي بو اذاعك وبو صفة نفاقك وكتشون رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على شعبة من النفاق بسر بشير النفاق أمره بويا بالتحريض هبه أنجا إسا شي مان بيا فرمي قتال بكا قتال جناكي تحريض بكا أم دوانا بيته كاريشي عسى الله أن يكف بأس الذين كفوا كاكتون تجي كافران لسرتان كما كاتوا عسى أبو وجوب لبيعان
يعني بيقمان الله جل جلاله بجهاد كردنو بهولدان بويو بتحريض كردني مسلمان لسري تونتيجي كافران برانبرتان كما كاتوا كاتا جهادي مسلمان بونه هيشتني تونتيجي نقبوان جاب داني تونتيجي وأو كافرة تيرو أرستا تنتيجة أو كافرة إرهابية أو أمريكا إسرائيل تيرو أرستا المناعرك وجنو جنو بيرو باكا وتاك وجن لو فلسطين ولا غزة لا عراق لا سوريا لا هموجيا قاعدة وشيعي ملعونة واك أو أنا بأسيان هي وتنتيجيان هي بسر مسلمان أنا جيب أجيك أها عكس بوتويس بجهادي مسلمان انا كاوتري تيرور تونوتيجي بكشتاري نا حقي اواني جودري ديموكراسي وانسانيه ما في مروف ومدنيه طاكس كراود اما اياتي الله عسى الله ان يكف باس الذين كفروا كاتا كافر باسي هي تونوتيجا هيزي هي ده صلاتي هي بكاريني بولنا وبردني تو اگر تو سرکسکی اور برداوام به بس کزانی بیر لجهاد کی تو دجی و جهاد کی دجی تو زی قریتا و علک هک یجلیما کوجی یجلیما بر بوم لی بکوج مولای ببرم بس کزانی تو سرکس کردو بارزی خو لی تا اثر پانا کاتو او حقیقت والله اشد باسا واشد تنکیلا و فرمی اگ دربا یقین ذهب ویکا هر چنا کافر هی زی هبه تو نتیج به بيوي ايوا عزيز باب تانكو جيلا ناو تانبا ايوا الله تان لبشتا الله جل جلاله لكافر كان بهيسترا تنوتيشترا و دا صلاتي شي زيادرا واشد تنكيلا يعني واشد عذابا نكال بمعنى عذاب ديالا بيها والله جل جلاله تنترين سزاي هي بو كافر ومشركاني كاوانا كنسر ايوا ليتانكو جنو ليتانبر وانسان بيها اقداري انبابتا بي ان شاء الله تفسير يم آيات الإمام ابن كثير أخواني نوبوي تفسير دو آيات قتر بمينة ودوات فرمي يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه فرمي لم آيات الله سبحانه وتعالى فرمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد رسول خويتي بغنبري خويتي وبندي خويتي كتشيبك بوخوي حلسي جهادك أما دوائي كم سال دواي شانزة صال لدعوة سيانزة إلى مكة تقريبا سيش إلى مدينة باشا دواي بانزة صال شانزة صال و دعاء ويكا وكل آياتكاني بيشوها باس مانكد هيزيان أبو شاكيان أبو ساحيان أبو أفراديان أبو شاكيان أبو ساحيان أبو دواء تعداد نقل على سوخو خو بخو أنجا سركر ديان أبو أنجا فرمانو قد غيان هبو جب جيانا كرمان هجيانا بس معك جاء فرمي ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك هر كسيك بشتي كرد جهاد ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادي ناكر رسول الله تعالى بارني شكاو تكليف بس دسر خويتي ويفرمي لا تكلف إلا نفسك عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة قال لا إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة أبو إسحاق فنوي برسيار مكلا براء كري عازب وتم باشا قريك يلا جهادا خويبة تنيا هل كاتسر مشرك كافر كان آية أما تهلكة وآتاي قريت وكافر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فرمي نخير أو تاني الله جل جلاله برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي تو خوبة تنياش بجهادك طواوته مكلف إلى نفسي خوت أو آيتي تو يلي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو بنا فقد أبوزي جابوا موسى فرمي يا ما دواي جنجي وحد دس مان كربتي دواي جنجي بدرا وابزام فرن دس مان كرب زراعات جياني خومان وتوزي دس مان نقان ومال مان نابخشي باشا فرمي آية دابزي وانفرمي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عادي لو مالي دستان كوتو بي بيقشن لبين أيها الله خوتان بهلاك النبن بوي كمال نبخشن بان بيوني بجياد ونيا وآت هيش بيوني بيوني
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إيش بين دي بيوينيا. وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال. أما نصرين فعلي شاهاتوا يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال. أفرمي هاني إيمان داران بدأ بوجهات كردن وقتال كردن ورغبهم فيه وشجعهم عليه. رغبتي أن بيبدأ لسري وتشجيع شامك رغبتك بشيء بويك أجر وبعداش تكاني إلى قيامته. تشجيعك الشيء بويك إيه وأتوان بيتان كري بهيزن أقصاني عن بوك كوري عن برزكاته كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالمتشون لجنجي بدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفرمون هاستن وبهشتك كبانتايك إيزي واسمانك يعني وحساب كان هرها مشتان مردون سلي ريالم جهادا بو كويت بو بهشتار ويبكامي مزان أقلش سركوتن وسركوتن خير على نور على نور خير على خير كيشماني إحدى الحسنين. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. أجرت هاني أن بيهاني مسلمان بقتال فرمي وهمتي أن برس كيتوا هتاوكو برامبر بكافران بوسنو أماد سازيان تيابي برامبر يعني بوسنو دفع يعني كان يعني برغري لخوان كان هذه جنب بس اصلا جهادي دفعك برغري كردن لخو دور خصنا ويوان افرمي تاوكو زرر يعني كان بيته ولا سر اهلي مسلمانان ولا سر اسلام ومقاومان كانوا ومصابران كان يعني دان بخوانا بقرن للي دان يانو لدور خصنا ويان لمسلمانان لا اهلي اسلام ولا زي غلات وخاكي مسلمان ابهوي او جهاده وقتاله او الله جل جلاله دور يعني خاته بس والله جهاد وقتال وتحريض نبي دورناك ونو كزاني توش حب الدنيا وكراهية الموت لضلطة على أخوة قوتي تو حب الدنيا وكراهية الموت لضلطة أيش بهمان شيو بلا مو هي زية تونيت أو تكنولوجيا تونيت أو شكية تونيت كاتا قوتي بلا مكتو حب الدنيا وكراهية الموت لضلطة أنا بو وهنا كلاتو أو زانة درقتنا سرنجام على بيتي ياجي أو مسلك. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فالمرق شون لسورة محمد فالما يقرأ الله جل جلاله يستي لبوا يهو يزالك البسريانا بلام ويتاقي تنكاته بيكتري هم كافر كان هم إيمان دار كان وأوانيك لبناهي الله على جنجي أحدا شهيد بن الله جل جلاله كردارك أن يعني أنا أجر بعد أشتي خواني يعني أبي إن شاء الله لرياء وستين الحمد لله رب العالمين.